الحالة النفسية مهمة جدا للحفاظ على متانة ونشاط الجهاز المناعي، بل على العكس الهم والحزن يؤدي إلى ضعف وإلى وهن الجهاز المناعي وكل الوظائف المترتبة والمتعلقة بهذا الجهاز الحيوي. فطبعا الهم والحزن قد يصيب أي إنسان، جميعنا بشر، والجميع قد يصاب بابتلاء، بمصائب، بشيء يكدر الحياة، لكن نتعلم كيف نتعامل مع مثل هذه الظروف. فإذا ما أصيب الإنسان يعني بابتلاء، يعني يتذكر هدف الأول والأخير هو قضاء المولى عز وجل، وما أصابك لم يكن ليخطئك. والله سبحانه وتعالى يعني ذكر في القرآن في أكثر من موقع الهم والحزن إما منهي: ولا تهنوا ولا تحزنوا، ولا تحزن عليهم، ولا تكو في ضيق مما يمكرون، لا تحزن إن الله معنا، أو ذكر من فيه، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من الهم والحزن. الهم والحزن وهذا الاكتئاب والتغيرات النفسية تؤدي إلى تغيرات فسيولوجية وتغيرات هرمونية تؤدي إلى اضطراب وضعف في الجهاز المناعي وأجهزة أخرى. الواحد قدر المستطاع يحاول أن يتعامل، يحاول يعني إذا ما أصابه ابتلاء يحاول أن يتذكر قرآن، يتذكر الإيمان خيره وشره، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يعني بعض الأحيان آية بإذن الله قد تكون فيها شفاء، والإنسان إذا ابتلى الله سبحانه وتعالى يتذكر إنه هذا يعني سبحان الله، وما ما أصاب الإنسان من ابتلاء إلا يعقبه، يعني ما يعقب الحزن إلا سعادة، ولا يعقب الحرمان إلا عطاء. وهذا ليس قولي، هذا قول ربي: سيجعل الله بعد عسر يسرا. Thank you.